للمزيد حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة المصرية الفرنسية، معنا على الهاتف الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. أهلا بك معنا دكتور. بداية، قراءتك لثوابت القاهرة للسلام ودعم القضية الفلسطينية ووقف التصعيد ورفض التهجير، وهذا ظهر جليا في المؤتمر الصحفي في القمة المصرية الفرنسية، ما قراءتك؟ شكرا يا فندم حضرتك وعلى كل المشاهدين. طبعا زياره الرئيس ماكرون لجمهوريه مصر العربيه تاتي في اطار زيارته الاقليميه للمنطقه لبحث جهود التصعيد الحرب الاسرائيليه تجاه سكان قطاع غزه وتجاه الفلسطينيين، واللي حتى الان ادى الى استشهاد ما يقرب من 6000 مدني نصفهم من الاطفال. فبالتالي هناك تحرك دولي لاحتواء هذا التصعيد ومنع تمدده الى ساحات اخرى، خاصه في ظل الحديث عن او تصريحات بعض الاخوان باحتمال تدخلهم اذا حدث ما تهدد به اسرائيل من عمليه اجتياح لغزه. وبالتالي هذا الصراع او هذا التحول سوف ينقل الصراع الى مرحله اخرى من الصراع، وهو لا تريده بالطبع اي دوله اقليميه ولا حتى الدول الكبرى. وبالتالي زياره الرئيس ماكرون لمصر النهارده اكدت على مركزيه واستواريه الدور المصري اللي بتلعبه في هذه القضيه، اللي لا يمكن ابدا التخلى عنه باي شكل من الاشكال، حتى في حال وجود بعض الاطراف الاقليميه اللي بتحاول تكسر هذا الملف من الدور المصري. وبالتالي تاكيدات الرئيس السيسي النهارده هي تاكيدات مستمره منذ بدايه الصراع، رفض فكره تهجير الفلسطيني الى سيناء، والتاكيد على ان الحل لابد ان يتضمن او يشتمل على حل الدولتين. وهذا الصراع كشف على ضروره هذا المنحى، ولابد من دول الحلف تشجع للمضي قدما في هذا الاتجاه. طيب دكتور، موقف مصر معلن منذ اللحظه الاولى، ثابت وراسخ وواضح للعلن. في الجانب الآخر، إلى أي مدى استشعرت احتواء لهذه الأزمة الراهنة من قبل الرئيس الفرنسي من خلال تصريحاته التي خرجت اليوم في هذه القمة؟ وطبعا الرئيس الفرنسي بيبحث عن دور فرنسا في هذه الأزمة، خاصة في ظل الخسائر التي مني بها في الفترات الأخيرة. فرنسا تسعى لمحاوله لعب دور في هذه الازمه، والتاكيد على انها قوه دوليه فاعله في الاقليم، ولكن الدور الفرنسي في هذه الازمه لم يكن مؤثر ولن يكون مؤثر باي شكل من الاشكال، نظرا لان الولايات المتحده الامريكيه هي القوه الدوليه الكبرى التي تلعب الدور الرئيسي في هذا الملف. وبالتالي زياره الرئيس ماكرون جاءت بشكل زي ما قلت لحضرتك، فكره البحث عن دور، فكره برضه احتواء الغضب الداخلي الموجود في فرنسا. شفنا مظاهرات خرجت بتندد بالقصف الاسرائيلي للمدنيين، صور الاطفال من الشهداء ادمت القلوب في عدد من المدن والعواصم الاوروبيه. وبالتالي كان لزاما على الرئيس الفرنسي ان يتحرك في كنوع من اللي هو بيقول احنا هو موجودين، احنا في هذا التصعيد. ولكن اتجاه الرئيس ماكرون للحديث على تشكيل ما يشبه حالف داخلي لحركه حماس على غرار التحالف الدولي لحرب الداعش، لم يلقوا قبولا ولن يلقوا قبولا في المنطقه، نظرا ل حركه حماس. نعم دكتور. كان لها اتجاهات سياسيه مهيده على الارض. نعم. طيب، نتفق جميعا بأن طوفان الأقصى يمكن أن يمتد إلى الخارج، وبأن تطوراته محتملة في الداخل وفي الخارج في أي لحظة. نحن أمام حدث مفصلي بالتأكيد يحتاج إلى معالجة خاصة. أنت ذكرت في حديثك بأن المعالجة المصرية لمعطيات هذا الظرف واضحة منذ البداية، لكن المجتمع الدولي يعني ينقسم في تعاطيه لهذه الأزمة. كيف يمكن أن نبلور رأي عام عربي لمواجهة هذا الرأي العالمي، أو ربما المجتمع الدولي الذي يرى الصورة من زاوية واحدة فقط؟
هو دايما المجتمع الدولي دايما لديه معايير مختلفه بيتم اسقاط على الحالات، يعني مثلا على سبيل المثال هو بيعتبر ان ما يحدث للفلسطينيين ان هم قتلى، في حين ان هو بيصنف ما يحدث لاسرائيل انها حق دفاع شرعي، في حين القانون الدولي بيعطي لحركات التحرر الوطني الحق في استخدام القوه. فلسطين ارض محتله، المواثيق الدوليه والقرارات الدوليه وكل المؤسسات الدوليه بتقر بهذه الحقيقه، فبالتالي كيف يمكن ان تصنف جماعه بتدافع او حركه بتدافع عن ارضها بانها جماعه ارهابيه؟ بالتالي الموقف الدولي اصبح لا يعول عليه في هذه القضيه، ولكن نحن بحاجه الى مزيد من الابراز الدور الحربي وتشكيل موقف ضاغط كما يؤكد على احقيه الشعوب العربيه في العيش بسلام. فكره ان الصراع مش مقتصر فقط على ما يحدث في غزه، لا، الصراع ممكن يتطور ويشمل دول، ساعتها ممكن نتكلم في صراعات ممتده وصلت صعب الخروج منها بعد كده. نعم، دكتور هيثم عمران، استاذ العلوم السياسيه بجامعه السويس، شكرا لمداخلتك معنا.